استر الناس يسترك الله عز وجل. إن جاءت هناك اليوم يسارع الناس في هذه الحسابات، فضيحة فلان أجارنا الله وإياكم من الفضيحة، وشمل الله وإياكم بالستر حتى نلقى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هناك من الناس اليوم من يبادر، فضيحة فلان فضيحة فلان، حتى ولو كان من خصومك، حتى ولو كان من أعدائك، ما شأنك وشأن الفضائح؟ إياك والفجر في خصومة، أمر قد ستره الله عن أعين الناس، فإياك وأن تكون من أهل الهتك وكشف الأسرار والأستار، إلا أن يكون صاحب بدعة وضلالة وصاحب انحراف، فإن هذا وأمثاله جل أمره ويوضح أمره. كما جاء لما جاء الرجل عند الإمام أحمد قال: يا أبا عبد الله، الرجل يكون فيه بدعة، أتكلم فيه أم أسكت؟ قال: إن سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الناس بدعته؟ فإن كان هذا الرجل صاحب بدعة وضلالة فإنه يجلى أمره، ولكن يجلى أمره بضوابط شرعية، بأن لا يكون هناك فجر في الخصومة، أن لا يفترى عليه، أن يبين من أمره القدر الذي به يستبين الحال. وأما أن يتفكه بالأعراض ويتلذذ بها وينشر عنه كل شيء ستره الله عز وجل، فإن هذا ليس من دين الله. وقد حكى ابن حبان الإجماع على أن من استبان أمره بشيء أو بكلمة واحدة فلا يجوز لنا أن نتمادى إلى ألفاظ عديدة. ولذلك كان من ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح عند أئمة الجرح والتعديل، كلمة واحدة يقال عن البعيد: كذاب، ضعيف، سيء الحفظ. بل من ألفاظ الجرح والتعديل أو أساليب الجرح والتعديل: تحميض الوجه أو مد الشفة أو البصق عند ذكره، هذه تكفي لبيان حال الشخص. فإن كان ولا بد تريد التحذير من شخص فحذر منه بعدل وعقل وإنصاف، وإياك والتشفي والتشهي بأعراض الناس، فإن هذا والعياذ بالله من الفجر في الخصومة، والفجر في الخصومات من شأن المنافقين وعلاماتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.